حقيقة في كتاب من المكتب تعلمنا كان المد بتاعنا زاد معناها مخروم بالرقص وتعلمنا شبيه معناها الكتاب كانت عنده تقرا القران الصباح والعشيه تعمل فرض وتنقب الارض في العشيه معناها ما كانتش حتى مشكله لكن فما حاجه ليه جديده ابراهيم هذه جديده كتاب هكا كتاب تقرا القران الصباح والعشيه تشطح تعملوا باليه علاش تحصل اكسبريسيون كوربوريل وقت نقول رقص معناها مش معناها باليه معناها مش شو باليه مش تشحب بجيود ولا حاجه ولكن نحكي لا لا كان عندنا كان عندنا مد بربي يذكره بالخير وربي يرحمه ذكروا معناها اكيد في العشيه كان يحكينا كان معناها نحكيو على الرقص نحكيو على المسرح نحكيو على الفن نحكيو هذا ايش معناها مد برونشي واحنا صغار مد برونشي.